كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى الأمة الإسلامية. يا رب سنة 2015 تستمتعوا فيها بكل الأشياء، بالعبادة وبالصوم وبالحالة الأسرية الجميلة اللي لازم ترجع تاني زي ما كانت في الأول، وتبقى نهاية لكل أحزاننا السياسية، وكل واحد كان عنده حدث تعبه في السنوات اللي فاتت أو في 2014 يكلل السنة دي بخبر مفرح ليه. يا رب كل سنة وانتم طيبين.